أنا اسمي علا عبد الصبور. هشام، خلفنا ولد وبنت زي القمر، ربنا يخليها لي. موجودة طبعاً، هتروح فين؟ موجودة، مامتي حبيبتي. مبسوطة جداً جداً. ما تسوق أسرع شوية من كده يا هشام، يعني عادي، يعني مش أنا مش ستريسد زيك. كله تحت السيطرة. فين طموحك يا علا؟ أنت اخترتي الكارير وأنا اخترت البيت. طبعاً في المنغصات العادية بتاعت الحياة اليومية. أنا عايز نطلق. هيندم وهيرجع وهتشوفي، اصله هيلاقي زي فين؟ في كل حته يا هبله، دول مرطرطين على الرصيفه. موف اون يا ماما، موف اون. سهله هي اصلها. طلاق هنا بالنسبه للرجاله افراج، بالنسبه للستات حبس انفرادي. خير؟ في حاجه؟ محتاجه خطه. مين اللي هيصرف علينا؟ علينا؟ اه هشتغل. انت بتهزري؟ الله، more Instagram material for me. أنا قررت أبيع الكريمات اللي بعملها في البيت. كل علبة من دول فيها حب الأم وفيها حنية البنت. أنت عندك معادلة شبه مستحيلة. امشي ورا إحساسي. يور جاد فيلينج. ودلوقتي آن الأوان إنك تستمتعي بكل لحظة في حياتك. عارفة، أنا سمعت إن هما بيتجننوا في سن 40. غير كل حاجة، كل حاجة. البيت ده كان ناقصه ضحك وفرفشة والله. البيت ده محتاج راجل يلمه. أنا